السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم أسهل وأسرع حلوة ممكن توجدوها، ما كتاخدش منا نهائيا الوقت ولا مجهود أو تعب. كتجي كذلك المنظر ديالها زوين، بسيطة جدا، مكوناتها يمكن يكونوا متوفرين في أي بيت، ومعلكة وهشيشة بزاف في نفس الوقت. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله كما العاده نبداو بالمقادير. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده تكون لينه في حراره المطبخ، واحد الطاجين ديال الخماره، واحد الطاجين ديال السكر منسم بالفانيلا، كاس ديال زيت نباتيه، وكاس مع مرش مزيان بالسكر الخشن، قشره ديال الحامضه، حكوا غير القشره الخارجيه، جوج ديال البيضات، شويه ديال الملحه، وغادي نحتاجو ايضا نص علبه ديال اليوغورت باي نكهه كتفضلوا. انا عندي هنا بنكهه ديال الكوك، ودقيق باش غادي نجمعوا العجين. كيف ما توتوا معايا غادي نقول لكم بالضبط شحال استعملت. دائما نبداو بالزبده، كنوضعوها في القصريه او في الاناء اللي غادي نخدموا فيه. كيف ما قلت استعملوها تكون في حراره ديال المطبخ، يعني ما توضعوش الزبده ديالكم في الثلاجه، ولا خرجوها في وقت اللي يكون ابكر، يعني تقريبا واحد الساعه من الثلاجه باش تستعملوها. كنضيف ديك القشره ديال الحامض، وغادي نضيف الفاني والسكر، وكذلك الملحه. السكر كنكتفيو بكاس مع مرش، لاننا غادي نستعملو كميه مهمه ديال المربى او الكونفيتير ديال المشمش باش غادي نعمرو الحلوه، وكذلك باش غادي نزينوها. كنخدم الزبده مع هاد المكونات اللي ضفت ليها حتى غادي تنسجم معاهم مزيان، نحصلو على شكل كريمه. هنا كنضيف الزيت النباتيه وكنرجع نخلط حتى غادي تندمج ايضا مع باقي المكونات. صافي، في هذه المرحله كنضيف اليوغورت، نص ديال العلبه. العلبه ديال اليوغورت فيها 110 غرام، يعني تقريبا 55 غرام ديال اليوغورت او ديال الزبادي. كنضيف ايضا البيض جوج حبات، وكنرجع نخلط حتى ينسجموا المكونات، وعاد غادي نبدا نضيف المواد الجافه اللي هي الدقيق والخميره. كنبداو كنجمعوا الخليط ديالنا بالدقيق. هنا عبرت في البدايه 600 غرام، ومن بعد زدت واحد 150 غرام، يعني ما بين 600 حتى 750 غرام ديال الدقيق. ردوا البال دائما العجينه ما نجمعوهاش قاصحه، لان الدقيق كيشرب او كيتشرب. كنبقى كنجمع شويه بشويه حتى نحصل على عجينه كتكون رطبه بهذا الشكل اللي كتشوفوا. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. كنقسموها على جوج، وغادي ندوزو مباشره باش غادي نوضعوها او نشكلوها في اللاطه. كناخذ اللاطه ديال الفران اللي كان وضع لها هكا الورق ديال الطهي، وناخذ اول كره ونبدا كنبسطها او كنقرصها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا غير باليدين ديالي. اذا بغيتوا يعني تستعملوا الدلاك، يعني تبسطوا العجينه ديالكم فوق من الورق وتوضعوها في اللاطه، يمكن لكم. ما كنحتاجش انا، هنا غادي نستعمل غير اليدين ديالي. العجينه كتكون رطبه، يعني كتمدد بكل سهوله، فكنبقى هكا كنبسط ونقرص فيها حتى غادي نطلقها كامل على اللاطه. ومن بعد غادي ناخذ الفرشيطه او شوكه، وغادي نحاول انني نثقبها بهذا الشكل هذا. نفس الشيء غادي نكرره مع العجينه او القطعه الاخرى ديال العجين، وغادي نبسطها بنفس الطريقه ونثقبها ايضا. وغادي ندخل الحلوه ديالي للفران طيب، كنشعلوا لها من الاسفل حتى غادي نحسوا انها تحمرات مزيان من الجناب. عاد يمكن لينا نشعلوا لها من الفوق او نهبطوها على حسب الفرن ديالنا، تاخذ واحد اللون ذهبي خفيف. كنخرجوها ونخليوها تتبرد تماما، ما نحركوهاش حتى غادي تبرد بشكل كامل، ونتلاقاو باش غادي نشوفوا التتمه.
ملي كطب ليا الحلوه او الطبقه ديال الحلوه كما كتشوفوا هنا، قلبتها على الجهه يعني اللي كتكون من الاسفل كنرجعها من الفوق. حاولوا معايا بشويه باش ما تهرش ليكم، كيف ما قلت ما تحاولوش هزوها هكاك وهي سخونه. هنا انا قلبتها فوق من صينيه اخرى، اذا كانت عندكم لوحه ديال تقطع يعني بحجم كبير فغادي تستعملوها كيكون احسن. ملي كنقلبها كنبدا كنعمرها هكا بكميه من المربى ديال المشمش، تقدروا ديروا اي مربى يعني ديال اي فاكهه كتبغيو. هنا كميه يعني مهمه، تقريبا استعملت ديك القرعه الكبيره 3 ديال 4 يعني وبقى فيها الربع، فكنحاول انني نبسط او نوضح هذا المربى. نسيت ما قلت لكمش كنسخنوه باش هكا كي دغيا كتشربوا الحلوه. صافي من بعد ما كنبسطوه هنا كناخذ الطبقه اللي غادي نديرها من الفوق، كنقسمها على جوج باش نقدر نهزها ونوضحها فوق من الطبقه السفلى باش هكا ما كتهرش ليا، فكنقسمها في الوسط وكنهزها وكنوضحها هكا من الفوق بهذا الشكل اللي كتشوفوا. وكنحاول انني نضغط جيدا، وغادي ندير واحد الكميه من المربى من الوجه وفوق في الوجه ديال الحلوه. هنا يمكن لكم تخليوها واحد الساعه حتى ساعتين وتقطعوها، ولكن من الاحسن انكم تخليوها تتبات باش هكا كتشرب مزيان داك المربى كتشد فيه، وكذلك كترطب. وملي كنقطعوها كنحصلوا على حلوه مفينيه. فانا غادي ندير لها كالمربى في الوجه وغادي نغطيها بلاستيك ونخليها حتى للغد يعني تبات، وعاد كنقطعها. كيف ما قلت ماشي ضروريه هذه المرحله، يمكن لكم تقطعوها من بعد واحد الساعه من بعد ما كتشد شويه في المربى. هنا من بعد ما باتت الحلوه ديالي غادي نعاود ندهنها بواحد شويه ديال الكونفيتور، وغادي نرش عليها هنا الكاوكاو اللي قليته وهرمشته. زينوها بالطريقه اللي بغيتو، تقدروا ترشوا الكوك او جوز الهند المبشور ولا رقائق اللوز. كنرشها كامله بهذا الشكل هذا، ومن بعد كناخذ شي موس اللي غادي يكون ماضي وغادي نبدا كنقطع في الحلوه ديالي. كنبدا بالنص يعني فين قطعنا الطبقه اللي كتجي من الفوق، كنبداو نحيدو ايضا دوك الزوائد او الاطراف اللي كيكونوا ناشفين. طبعا غادي ناكلوهم حتى هما ما غاديش نرميهم. وصافي كنبدا كنقطع الحلوه ديالي بالقياس او الحجم اللي بغيت، فانا غادي نديرها هكا بهذا القياس هذا. الموس يكون ماضي باش هكا كتحصلوا على حلوه مقطعه مزيان ومفينيه بهذا الشكل. صافي غادي نتابع حتى غادي نسالي التقطاع، وغادي نزين بخطوط ديال الشكلاط الاسود. ما كنديرهمش حتى كنقطع باش هكا ملي كنقطع الحلوه ديالي ما كيدوزش ليا الشكلاط مع الموس لداخل، وكتجيني الحلوه بحال اللي موسخه بالشكلاط لداخل. فحتى كنقطعها عاد كنزين بخطوط ديال الشكلاط، وتقدروا تخليو يعني تحتفظوا بها بهذا الشكل هذا، كيجي المنظر ديالها زوين. صافي انا غادي نستمر بحال هكا وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. النتيجة النهائية ديال الحلوة ديالنا البسيطة والسريعة جدا هي هذه، كما كتشوفوا منظرها بسيط وفي نفس الوقت زوين. السهل ما يمكن لكم توجدوا العيد، ما كتاخدش الوقت ولا المجهود، وفي نفس الوقت كتجي لذيذة ومعلكة بزاف. غادي نوريكم طبعا القوام ديالها كيفاش كيجي. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العادة ديروا جيم، اشتركوا بالقناة وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم وارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعه، ونتلقى فيديو جديد ان شاء الله.